والدي عمر مجمحي، انت ايام جميله قضيتها معاكم، وانا بتشكر جدا جدا للقسيس انور على الفرصه الجميله اللي هو اتاحها لينا ان احنا نكون موجودين معاكم في الاسبوع ده. بصراحه انا باركت بوجودي وسطيكم، باركت فيكم وبمحبتكم وبكل حاجه انتوا قدمتوها من حب، لذلك كان بجد اسبوع بالنسبه لي انا ومراتي، حتى وكانت مراتي النهارده بتقول لها تحب تروح الزور؟ تقول لي لا، قلت لها انت شايف بقى لازم الدعوه في الكنيسه. بجد كانت ايام حلوه وما تتنسيش، مش هتتنسي. انا عايز اقول لكم برضو كمان زي ما بيك قسيس انور عندنا بيسيب بصمات جميله كده، لانه بيجي عند الزور في الكنيسه هناك، جه كذا نهضه عندنا في الكنيسه، كان لما بيبقى ماشي بيبقى حاسس كده جو في الكنيسه زي ايه؟ زعلانين ان هو ماشي، مش عايزين نمشي. فده الطبيعي اللي بيحصل مع قدام الرب اللي بيخدمه ليه. بالنسبه للقرايات المقدسه في قصه لاولادنا زي ما احنا معتادين ان احنا نسمع كل يوم قصه. في قصه يحب يسمع قصه من اولادها. قصه جميله النهارده. في قصة بتحكي عن شخص اسمه يشوع، مش يشوع الفلكي، لا هو اسمه يشوع، خادم، خادم عظيم يشوع. خدم وجرس في أماكن كتير أوي أوي أوي، خدم خدمة رائعة. مش بس خدم في كنايس وراح لأماكن متعددة، لكن تلمس على إيده 85 خادم. طبعاً تلمس على إيده 85 خادم. فجيت يوم من الأيام بيقول يا رب انا عايز اشوف كل اللي تلمسه مكانتي هتكون ايه عندك في السماء. فبيقول انه حلم حلم كده ونايم انه راح للسماء وشاف السماء. فليه في شخص اسمه فيلوبس بجوار ورب بيقول له يا خادم الرب يا يشوع انت وفيلوبس متساويين زي بعض تماما. فجه بعد ما صحي من النوم من حلمه كده ابتدى يقول فين فيلوبس ده؟ اللي بيتكلم عنه ربنا ان انا متساوي نفس القيمه بتاعته قدامه. انا ما بزيدش عنه على الرغم من الخدمه اللي انا خدمتها دي، عايز اقابل فيلوبس ده. سال عن فيلوبس دي جزار شغال في جزاره بسيطه وراجل فاهم جدا جدا جدا. قال طب انا نفسي اقابل الشخص ده، لما سال عنه وسمع انه شخص فاهم جدا وشغال جزار ويعني مش واعظ كبير ولا حاجه كبيره قوي، انا نفسي قبل الشخص اللي ربنا سواه بيا ده واللي سمعت اللي شفت او سمعت عنه في الحلم بتاعي وقلبت بيه، عايز اقابله. راح لبلد فقير جدا. جو ناس اللي اول ما دخل البلد بما انه خادم مشهور ومعروف جدا للناس، الناس استحوه وفرحوا بيه جدا انه جاي بلدهم، كل اللي عايزين نسمع قالوا لا لا انا مش جاي انك تسمعوني، انا جاي ببحث عن واحد في القريه عندكم. قالوا مين اللي بتبحث عنه؟ قال لهم واحد اسمه فيلوبس و يعني سالت عنه كتير، قال له في القريه الفلانيه وشغل جزار، فانا نفسي اقابله. فقال لهم قابل فيلوبس مين؟ ده راجل فقير جدا ملوش لازمه في المجتمع، ده راجل يعني ملوش ما حدش بيدي له اي تعبير، شخص ملوش قيمه خالص في المجتمع. قال طب روحوا له قولوا له ان انا عايز اقابله. راح مجموعه كبيره وكل الستار بيقولوا له فيلوبس الخادم الكبير المشهور يشوع عايزك، عايز يقابلك. فراح رد عليهم هقابلهم ايه؟ هيقابلني انا؟ انا عايز انا اقابله؟ لا 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 مش رايق. وراح قعد مكان ما رضيش يقوم معاه. كلهم مشوا كده مش بالزاز، قالوا احنا عارفين ان هو اساسا محط وما لهش قيمه في المجتمع، لذلك احنا عارفين ان هو ايه ان هو يتكلم ويقول كده. فراحوا للخادم وقالوا له ده رفض ان هو يجي يقابلك. قال له بس انا برضه عايز اشوفه، اي رخصه عايز اشوفه، طب وروني فين بيت وانا اللي هاخده بنفسي. خدوه وراح هناك للخادم ده واتقابل معاه في لوبس. قال له انا عايز اعرف انت ايه عملك؟ ايه نظامك؟ حياتك ايه؟ قال له انا ابدا انا بس ابويا وامي ناس كبار في السن عاجزين. ابويا عاجز والدتي عاجز. فانا عايش طول عمري في خدمتهم. بغسل رجلين ابويا وبغسل رجلين امي. بيجهز لهم بياخد اليوم بياخد لهم شاور وبيقف معاهم كل اوقاتهم وبيغير لهم كل حاجه بيعملها لابوه والامه. قال لي يا خدمه رائعه اللي انت بتعملها دي
حاجه ما حدش يقدر يعمل الحاجه دي. فازاي انت عرفت ليه ربنا بيقول ان انت هتكون مساوي؟ انا وانت هتكون مع بعض في السماء. في يوم من الايام لما يجي المسيح هنكون في حياه السماء اللي ملهاش نهايه. قال له انا بحب ربنا قوي، بس ان اللي بقدر اعمله ان انا اشتغل شغلانتي بكل امانه اللي انا قادر اشتغلها، وبوفر لابويا وامي واهلي الاكل والشرب واللبس والحاجات دي، وده اللي انا بقدر اعمله قدام ربنا، ودي الخدمه اللي انا بقدر اعملها. قال له انت خدمتك رائعه جدا ان انت تعمل حاجه زي كده قدام ربنا عمره ما يضيع اجرها، لانك بتقول ابوك وامك بتقول اي واحد. قال له على قد ما بقى راجل مسكين ولو كده بديه، لاني بصك ان الرب بيدي بيعوض كتير. دي بالنسبه للقصه اللي هي بتحكي عن يشوع. موضوعنا النهارده بيتكلم عن المجيء الثاني والحياه الابديه. مجيء رب المجد يسوع والحياه الابديه او الحياه السعيده. انا بسال سؤال كتير لما بروح اوعظ في جنازه او بروح اوعظ في واجب عزاء، بسال سؤال وبقول ليه المسيح مات؟ ليه المسيح مات على عود الصليب وقام من بين الاموات وهو حي في السماء دلوقتي؟ ايه السبب؟ عشان يدينا حياه في الارض؟ ليه المسيح مات؟ وده سؤال مهم جدا. ليه اتصرف؟ عشان يدينا حياه حلوه في الارض؟ لا، ده عشان يديني رضاك وحياه افضل. يبقى اذا المسيح ما ماتش وجاء على الارض عشان يديني اتنعم بالارض، ولكن جه علشان يديني رضاك وحياه اخرى، حياه اسعد بكتير من حياه الارض. فزي لما بيكون في اي واجب عزا بنطمن قلوب الناس بحاجه زي دي، يسوع جاء للارض لكي يعد لنا المكان. يسوع جاء الى عالمنا لكي يعد الحياه السعيده التي ليست لها نهايه. السيد المسيح ما انتهتش القصه في الصليب وقيامته من بين الاموات وصعوده للسماء، ما انتهتش القصه هنا. لكن قال ايه جميله جدا محفوظه لينا، انا ذاهب لكي اعد لكم مكان، وان مضيت اعدت لكم المكان، انت ايضا ماخوذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. ما انتهتش القصه في الصليب، هنا الكتاب ده. ولكن يسوع بيعد المجديين حياه افضل، حياه سعيده. يا ما ناس كتير بتسال، هل اقدر اوصل للسعاده في الارض؟ لا خاطي ولا مؤمن هيقدر يوصل لسعاده حقيقيه في الارض مهما جري ومهما عمل بيها، ودي حقيقه. لان الارض عباره وحياه الارض عباره عن صلاه. حتى لو انت لمدت حياتك هتلاقي ان انت لما الواحد بيتولد طفل صغير بيكبر ويكون شباب شويه بيكون عجز، جسمه ابتدى يكون ضعيف مع الايام اكتر، ودي حياه الارض. عمرك مهما بحثت مهما جريت فيها ما توصل لمن السعاده ومن الحياه الجميله اللي اي حد بيتوقعها. لكن نقدر ان يكون لنا رجاء في يسوع المسيح ان احنا نوصل للحياه السعيده عندما ياتي رب المجد ويخرجنا للابديه السعيده. انا لن اوصل للحياه التي ليست لها نهايه، ليست لها نهايه. هل نستطيع ان ننال الحياه المليئه بالسعاده في هذه الارض؟ لو كنا نقدر نوصلها كما وصلها سليمان الحكيم من جهه حكمه كان احكم واحد على وجه الارض، من جهه مال كان غني جدا من ادنى اغنياء الارض، من جهه مثلا زوجات كان عنده 700 زوجه و 300 سايه، من جهه قتال، من جهه اعلى رتبه كان ملك، ما هو ما فيش اعلى من كده، من جهه شهره مشهور جدا، ده كان بيجيله ناس من اغنى بلاد العالم عشان يسمع لحكمته. لكن سليمان الحكيم قال كلمات جميله جدا، قال على ايه على الارض؟ ابي على وجدت الكل باطل ولا من فعل اي شيء تحت الشمس. ولكن جه ختم كلمات جميله قالها لنا عشان يقول لنا ايه بقى السعاده الحقيقيه والفرح الحقيقي اللي عايز ينال الانسان. اسمع ختام الامر كله، اتق الله واحفظ وصاياه وهذا هو الانسان. سليمان الحكيم الرجل الحكيم جدا قال لو لقيت ربنا في حياتك وحفظت وصاياه وسمعت كلامه هو ده الانسان اللي عايزه ربنا، هتقدر تعيش اقصى جزء من السعاده في الارض، ولكن السعاده الحقيقيه
المسيح راح عند بير، وليه الست كانت بتملى ميه من البير؟ الست دي السامريه، لما كانت بتملى ميه من البير قال لها المسيح يا امراه اعطيني العشره. قالت الست دي عملت انت ازاي بتكلمني وتطلب مني وانت رجل يهودي وانا امراه سامريه؟ مفيش اتفاق بين اليهود والسامريين. راح المسيح قال لها ان كنت تعلمين من الذي يتكلم معك لو كنت طلبتي منه انت ان يعطيك ماء، لان الماء الذي اعطيه انا الذي يشرب منه لا يعطش هذا لدي. الست ابتدت تضحك كده تقول لها طب يا سيد ما تدينا الميه دي عشان حتى ما اجيش عند البيت. قال لها طب اذهبي وادعي زوجك. قالت له لا يستصغري زوجك. قال لها بس هو انت 100% جدك مظبوطه. لما الراجل ده بيقول لي انت ليك كان ليك 5 ازواج والذي معك ليس زوجك. قالت له ارى انك نبي. شايف ان انت نبي وابغض رغم انبياء في اماكن زي كده. واحنا نعرف ان في مسيح جاي للعالم. قال لها انا هو انا المسيح. المسيح لما كان بيتكلم عن ميه ما كانش بيتكلم عن ميه الشرب. السامريه في البدايه فكرت ميه الشرب. ولكن لما المسيح اتكلم مع السامريه كان بيتكلم عن الماء ينبوع الحياه. ينبوع الحياه افضل، ينبوع الحياه ابديه. ينبوع السعاده الحقيقيه. ما كانش بيتكلم عن ميه العالم. كان بيتكلم معها عن ينبوع الحياه الذي الحياه السعيده التي لا تنتهي. هو المسيح قال كده سلامي اترك لكم سلامي اعطيكم ليس كما يعطيكم العالم اعطيكم انا. سلام الرب هو اي سلام. تعزيات الرب هو اي تعزيات. الحياه اللي هيديها لك ما فيش لها مسير. يا احباء الرب اولاد المسيح حياتنا على الارض رحله صدقوني دي حقيقه. احنا مش جايين رحله حياه بسيطه ولكن لابد الرحله دي هتنتهي. لكن ما حدش عارف هتنتهي امتى. كل واحد له ايام بيقضيها في الارض. وحتى احنا لو نظرنا الى الايام اللي فاتت هنلاقي اجداد ابابنا الناس اللي فاتوا ما داموش فيها. ساعات كتير الناس بتفكر هتدوم في حياه الارض وتعيش وهي دي الحياه اللي هم عايزينها. ولكن الرب بيدعونا لا. انظر الى الرجاء الموضوع امامك، انظر الى الحياه الابديه، انظر الى وعود الرب انه بيعد لك المكان الذي ليس له مثيل. أنا بولس الرسول لا نقترب عين ولا يقدر على بال الإنسان ما أعطى الرب لكل أحد. ما فيش حاجة قدر يوصفها المكان العظيم اللي بيعطيه الله لأحبه. كيف أكون مستعد لأجل هذه الحياة السعيدة للقاء المسيح؟ كيف أكون مستعد لأجل هذه الحياة السعيدة للقاء المسيح؟ عشان اكون مستعد لازم اتمم وعود الرب في حياتي. لازم اتمم كلمته. في سفر الرؤيا قال لك ايه؟ طوبى للذين يحفظون وصايا الله. هنا صبر القديسين. هنا الذين يحفظون وصايا الله وعندهم ايمان يسوع. اللي بيمشي على حسب تعليم يسوع وتعليم كتاب الله وعندهم الايمان بيه. اللي حافظين تعليم الرب مش تعليم البشر. الحافظين كلام الانجيل مش تعليم الناس. اللي بياخدوا بالهم كويس من كلام الرب لان مفيش بعد الكلام. ان انا يكون في حياتي فعلا ثمر الروح القدس. هل في حياتي ايوب يا شعب يسوع؟ اسال نفسك السؤال ده. هل انا في حياتي ثمر الروح القدس؟ لو انا في حياتي ثمر الروح القدس، ما هو ثمر الروح القدس؟ اللي احنا اتكلمنا عنه خلال الاسبوع ده محبه، فرح، سلام، طولنا، لطف، صلاح، ايمان، تعبد، وداعة، الاشياء دي الثمر ده موجود في حياتي. حياتي فيها الثمر ده. بحب جميع الناس. عندي صبر. عندي تعبد. عندي وداعة. عندي الصفات الجميلة اللي بيتكلم عنها هنا. عندي طولنا على من بيتعبني. بصلي بقضي وقت مع إلهي. بتكلم معاه كتير ولا ما بتكلمش كتير معاه؟ ليه عشرة وقت بقضيه مع يسوع عشان اخد منه؟ بقعد على الصور أسير على شبهه وعلى صورته. لان كل ما بتكلم معاه كل ما باخد منه الصفات الجميله. كل ما بيطلع المسيح في
بتكلم معه في خلال الصلاة. عشان أكون مستعد لازم أكون صاحي. صاحي إزاي؟ لأن المسيح قال كده. قال كده اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يأتي ربكم. أما مساء أم صباح أم صيام الدين؟ ما حدش عارف الوقت اللي جاي في المسيح. فلذلك الرب بيدعي كل واحد فينا إن احنا نكون صحيين. في ناس بتسأل وبتقول الصحيان إيه هو الصحيان؟ وضح المسيح بمثل العزارة، العشرة عزارة. منهم خمسة كانوا حكيمات وخمسة كانوا جاهلات. الخمسة الحكيمات ملأوا مصابيعهم زيت. والخمسة الجاهلات قالوا العريس يبدأ قدومه. فخلينا كده لحد ما نعرف العريس جاي لا هنجيب زيت المصابيح. ولكن الجهل الهزيع الرابع والاثنين بيذكر في الكتاب المقدس الاثنين ناموا المجموعتين الخمسه الحكمات والخمسه الجاهلات ناموا نعسنا جميعا. نفس النص اللي بيذكر في الكتاب ناموا. ولكن لما جاء العريس الحكمات بما انهم مستعدين حتى لو جالي نوم اللي هو نوم ان انا بنام في الدنيا نوم العادي او نوم الممات لازم اكون مستعد. لازم اكون حاطط راسي نايم وانا مطمن. مطمن ان يكون لي حياه مع يسوع. ايامنا مش هتدوم دي حقيقه. حتى بقول الكلمات التانيه كده وعاد يكون مشغول ايامنا مش هتطول. عالم ثاني ويزول. لكن فرحنا بمين؟ بيسوع الحي. يا فرحنا بيسوع الحي. ده اللي يفرحنا ده اللي يعزينا وده اللي هيدينا فعلا الحياه اللي مش زي حياه الارض. ماذا سيحدث عندما ياتي الرب يسوع المسيح؟ ايه اللي هيحصل لما يجي المسيح؟ ايه اللي هيحصل يوم القيامه؟ اللي هيحصل لما يجي المسيح بيذكر انها بتتحل عناصر الارض. هيحصل زلازل. في ناس اول ما بتحكي عن القيامه او بيجي كلام عن القيامه ناس كتير بترتعب. لا لا ما تكلمناش عن القيامه. بل بالعكس انا عايز اقول لكم ده فرح للمؤمنين. يوم القيامه مش يوم مخيف ده يوم فرح. لان بيذكر في الكتاب ان المؤمنين هيجروا على المسيح بفرحه غير عاديه ويقولوا هو زي اللي احنا انتظرناه وجاء وخذنا فلنفرح ونبتهج بخلاصه. اللي هيكون حزين هو الشديد. اللي كان قدامه كتير فرصه ان هو يتوب ويرجع لخطيئته لكن ما تابش. اللي كان قدامه كتير امل وطريق مفتوح ان هو يرجع عن خطاياه ويكون في علاقه قريبه بالله لكن هو ما استغلش الفرصه دي. ضيعها منه. زي ما في قصه بتحكي عن شخص جه خادم بيتكلم وبيقول له انا عايز تيجي الكنيسه عشان تكون مستعد لمقابله ربنا. تعالى الكنيسه. انا لو انا من ناحيه الكنيسه كنت بروح وانا طفل صغير وحافظ كل حاجه بتحصل في الكنيسه. لذلك انا عارف اللي بيحصل في الكنيسه ايه، بس مش عايز اعيش جو الكآبة ان انا اقعد في الكنيسه كده واحد قاعده كده مش مريحه. عايز اقعد قعده الدنيا المريحه. عايز اشرب والعب مع اصدقائي. عارف كل الكلام اللي انت عايز تتكلم فيه. طب قدام المسيح انا عارف ايوه مصدق ان المسيح مات لاجل على الصليب. بس انت عمال تلح عليا كتير قوي. بس انت راجل خادم. انا اعرف من الكتاب. قال له اي كلام عايز تقوله؟ قال له في الكتاب ان في نص كان جبار المسيح ورفع نظر المسيح وقال لحظه في حياته اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك من الحياه السعيده الحياه الابديه. يبقى انا هتنعم بالارض وانال الحياه السعيده لما احس ان انا هموت خلاص واشعر ان انا خلاص وقت الحياه. قال له بص ما كانش قدامه فرصه ولا كان قدامه كارزين ولا كان عندهم تلفزيونات ولا كان عندهم ولا كان عنده حد يبشره. هو كان ماشي في الغلط بس ما حدش وجهه للصح. ولكن لما جه وقت ان هو توجه للصح سمع. قال له لا 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 انا مقتنع بافكاري وعارف انا بعمل ايه. يمر الزمن والراجل ده يمرض مرض الموت. الخادم يسمع بمرضه ولما راح ازوره وهيتكلم ليه وقعدته لاجل انه يكون مع معد للقاء السماء وعارف كتير عن المسيح. ويروح الخادم علشان يتكلم مع الشخص ده. ليه؟ لانه محبوس في اوضه كده وحده. قالوا له ما فيش حد بيقدر يدخل جوه الا شخص واحد بس ما نقعدش كتير. قال له مش هاخد وقت كتير انا عايز بس مش هاخد وقت ومش هتعب. انا عايز بس اقعد معاه شويه. انا بقى في حاجه بس بسيطه. دخل الخادم وقعد
قلت لها يا صديقي انا جاي ازورك وبطمن عليك، اخبارك؟ اخبار سفرك؟ مش كويس دلوقتي؟ مفيش رد ولا اي كلام. انا عايز اطمن عليك بس لاجل حياتك الابديه، هل انت فعلا سلمت قلبك ليسوع؟ لان انا جاي عايز اطمن على حالك والحياه الافضل اللي بعدها المسيح فينا. مفيش اي اجابه. الخادم عمال، فالخادم قال يمكن جرى له حاجه ما، فبيلفت وشه كده ناحيه الشخص المريض، ليه الدموع مليئة عليه؟ الشخص المريض هو بيبكي. قال له بتبكي ليه؟ قال له كان قدامي فرصته لكن قلبي اتحرك. ليش؟ مش قادر ان انا اتكلم مع الله. مش قادر. مش قادر اقول يا رب سامحني. فعلا كل كلمه انت كنت بتقولها كان قدامي فرصه ان انا اسمع لنداء الرب، وكان قدامي فرصه ان انا اهل المسيح، ما ضيعت كل ده. قال له طب بس الرب يقبل. انا بقول لك بجد، انا كنت بتكلم معاك قبل كده، انا هو اللي بيتكلم معاك النهارده، الرب يقبل مهما كان خطاياك. قال له ما عنديش الحاجه اللي تحركني ان انا اقدر اتكلم. ممكن اقول الكلمات شبه دي بس قلبي متحرك. ليش؟ بسبب خطايا. مات الشخص ده بخطيته وخسر حياته الابديه. عايز اقول لكم حاجه، هل تود ان انت تعيش وتتنعم بحياه الارض وحياه الدنيا وتخسر الابديه؟ حياه الارض رحله، ايام مهما طالت بتعدها ايامها مرار وبتعدي، لكن احنا بنعيش حياه السماء. لما سالوا ابو الاباء وسالوا فرعون مصر سال يعقوب، قال له ما هي سنو حياتك؟ قال له سنو غربتي، سنو غربتي، لان انا عايش على الارض غريب. وكمان لما بيتكلم عن ابطال الايمان قالوا عاشوا عليها غرباء ونزلاء، ما قالش انهم عاشوا مستوطنوا على الارض الى الابد. مين اللي مستوطن على الارض؟ من اكبر واحد عاش في الكتاب المقدس، خد شهاده، عاش 969 سنه لكن ما زال لحد النهارده ما عاش، بس قعد بيزدمر. لكن يا بخت اللي بيعد رحله حياته دي، بيعد قلبه وبيستعد للقاء السماء. لان حياه السماء ليست لها نهايه. حياتنا على الارض بيقول عنها الكتاب كبخار قليل المصدر واخر الايام محل. ولكن حياه السماء ليست لها نهايه. وده مش كلامي انا، ده كلام صاحب المواعيد، ده كلام صاحب الوعود اللي وعد بيوم بوعوده، اللي وعد بالقديم وقال ان العبر طول ولد، وفعلا تم ان المسيح جاء من العذراء نظرة، اللي وعد وقال على لسان الانبياء اشياء للناس بالقديم، وكل كلمه بنشوفها في العهد القديم بتتمت في العهد الجديد. فكذلك كل الوعود المكتوبه لينا في الكتاب المقدس بتعلن لينا عن محبة الله، بتعلن لينا عن الحياة المجيدة. بيتكلم يوحنا الرائي بيقول ها أنا ذا خالقكم سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها المؤمنين يسكن فيها، والبحر لا يوجد فيما بعد. أحبائي صدقوني إحنا بنتفارق، صدقوني إحنا بنتفارق، حتى مهما وإحنا عايشين بنتفارق عن بعض، لكن السماء مش هنتفارق، هنقعد مع بعض. بيصعب علينا قوي لما بنكون مع ناس بنحبهم وعايشين معاهم بنتفارق عن بعض. وبيصعب علينا لما بيفارقونا اولادنا ويروحوا الغربة علشان هم يعيش او يجيبوا مصدر رزق. بيصعب علينا الفراق، لكن السماء مفيش فراق. هتبقى فرحة غير عادية. يا جماعة لو احنا بنتخيل منظر السماء ومنظر المؤمنين لما يجي المسيح على سحاب المجد، هيجمع المؤمنين وياخدهم، هيطيروا من غير النحام، مفيش سلطان للجاذبيه عليهم، اطلع كده مع ملك الملوك ورب الأرباب، مع المؤمنين الذين رقدوا على بقاء القيامه. لان في الكتاب المقدس بيذكر وبيقول ان لما المسيح يجي سياتي بصوت رئيس ملائكه وفوق الله، والاموات المسيح سيكونون اولا الذين رقدوا على